العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل إن شاء الله شرح متن الشاطبية، وما زلنا في المقدمة، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الإمام: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وقلنا بأن هذه الأبيات كما نوهنا سابقا في حلقة تحليل الشاطبية من البيت الخامس إلى البيت التاسع عشر يتحدث فيها الإمام عن فضل القرآن الكريم وعن فضل قارئه وما أعده الله له من الجزاء وكذلك لوالديه. ونكمل الشرح إن شاء الله. يقول الناظم: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلا متهللا، أي وحيث يخاف قارئ القرآن أو يفزع من ظلمات القبر أو من وحشته، هناك يلقاه القرآن سنا، أي كالنور الذي يضيء له ظلمة قبره، متهللا باشا مبشرا، فيأنس به صاحبه ويتبدل خوفه أمنا وطمأنينة. وهذا واضح جلي، فالجزاء من جنس العمل، فمن صحب القرآن في الدنيا صحبه القرآن في قبره ويوم القيامة، فحين يضمه القبر ويوقفه الملكان للسؤال يقول القرآن لهما: رويدا رويدا، فقد أيقظته الليل وكنت رفيقه، فيشفع له ويضيء له قبره، ونعم الصاحب. ففي الحديث أن رجلا أوتي من جوانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل عنه حتى منعته عن عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم: هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. وما زال الإمام يبين لنا هذه القاعدة، أن الجزاء من جنس العمل، فيوضح الإمام ذلك فيقول: هنالك إشارة إلى القبر، يهنيه مقيلا، أي يبشره بالراحة، فالقارئ العامل بالقرآن يستريح في قبره ببركة القرآن. ففي الحديث: لا يعذب الله بالنار صدرا حفظ القرآن ولا قلبا وعاه. ولذا يكون قبره روضة من رياض الجنة. ثم يقول الإمام: ومن أجله في ذروة العز يجتلى، وهذا فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذا الضمير في يهنيه يعود للقرآن، وكذلك من أجله يعود للقرآن أيضا، فالذي صحب القرآن يكون ببركة القرآن، ومن أجله يتقلب في درجات الجنة. ويجتلى تعود لقارئ القرآن، وهذا إشارة إلى أن الدنيا دار ابتلاء، وقراء القرآن مغمورون فيها
ولذا يقول بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. نسأل الله أن نكون من هؤلاء، اللهم آمين. يقول الإمام: يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليهم والصلاة. وما زال الإمام رحمه الله يزيدنا فيقول: يناشد في إرضائه لحبيبه. فمن صحب القرآن حياة صحبه القرآن في قبره، وكذلك يوم القيامة، فيظل القرآن يسأل الله تبارك وتعالى عطاء يرضاه لصاحبه، بل ويلح في ذلك. ولذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، فيقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى. ومعنى وأجدر به سولا إليهم والصلاة معناه ما أحق مسؤوله ومطلوبه أن يوصل إليه، يعني أن شفاعة القرآن لصاحبه أجدر أن تجاب. نسأل الله أن نكون كذلك. يقول الإمام: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. هنا في هذا البيت ينادي الإمام على قارئ القرآن المتمسك به، والتمسك يعني الأدب، والأدب يعني التوقير. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: من وقر القرآن فقد وقر الله. والإمام يقول متمسكا به متمسكا، تقدم الجار والمجرور هنا يفيد الاختصاص به متمسكا، أي متخلقا به. ولذا قال مجلا، أي معظما له. فقارئ القرآن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي على الأرض مجلا له في كل حال. قارئ القرآن له أوصاف خاصة، فليدرك أنه من المصطفين الذين اختارهم الله لكتابه. فالله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يتكبرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. ولذلك يبشر الإمام من كان للقرآن مبجلا فيقول في البيت الذي يليه: هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى. يقول الإمام: يا من كنت للقرآن حافظا عاملا متمسكا به هنيئا مريئا لك، هذا الإنعام وهذا الإكرام لك ولوالديك. وهذا فيه إشارات إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنك بالذي عمل بهذا. وكما يقول الله: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فهم في هذه المنزلة العالية الرفيعة بتحفيظ ولدهم القرآن. ألا فليشمر كل أب وكل راع وليجتهد ليكون له من هذا الجزاء نصيب.
والحلى جمع حلة، وفيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ألبس والده حلة لا تقوم بها الدنيا وما فيها. ثم يقول الإمام: فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ. الاستفهام في هذا البيت للتعظيم والتفخيم، أي فما ظنكم بالجزاء الذي يأخذه هذا النجل الذي أكرم والداه كرامة له وشفاعة له؟ وهذا اقتباس صريح من الحديث السابق كما نوهنا عنه، أي ظنوا ما شئتم من الجزاء لهذا الولد. ولهذا قال الإمام بعدها: أولئك أهل الله والصفوة الملأ. وهذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من خلقه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. اللهم اجعلنا منهم، آمين. ثم يكمل الإمام صفاتهم فيقول: أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. أهل الله اجتمع فيهم الكمال البشري، كيف لا وهم أهل الله وخاصته الذين أودعهم أسراره وحفظ بهم قرآنه وبهم يسكن غضبه. ولذا فمن صفاتهم أنهم أولو البر، يعني هم أصحاب البر أي الصلاح، فهم أهل طاعة. وكذلك الإحسان أي صفتهم فعل الحسن دائما، أهل القرآن محسنون دائما، دائما صاحب القرآن يجود على غيره. وكذا والصبر أي وكذلك هم أهل الصبر. والصبر كما قسمه الإمام القشيري في الرسالة بقوله: ثم الصبر على أقسام، صبر على ما هو كسب للعبد، وصبر على ما ليس بكسب له. فالصبر على المكتسب على قسمين: صبر على ما أمر الله تعالى به، وصبر على ما نهى عنه. وأما الصبر على ما ليس بمكتسب للعبد فصبره على مقاساة ما يتصل به من حكم الله فيما يناله فيه مشقة. ولذلك الصبر كما قسمه العلماء على أربعة أنواع: على المصائب، وعلى الطاعات، وعلى أذى الخلق، وعن المعصية. ثم يقول الإمام: والتقى أي هم أهل التقوى والرغبة فيما عند الله عز وجل. ويقول الإمام بعدها: حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، يعني صفات قارئ القرآن أفصح القرآن عنها في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى آخر الآيات. ثم يقول الإمام بعدها: عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. عليك اسم فعل أمر، اسم فعل. ما عشت فيها منافسا أي بهذه الصفات، ما عشت فيها أي في دنياك. يعني كأن الإمام يقول:
عليك بهذه الصفات ما دمت في دنياك، وينبغي أن تكون منافسا فيها لغيرك، فالقضية قضية مجاهدة. فالنفس ظلمة كلها، وسراجها سرها، ونور سراجها التوفيق. فمن لم يصحبه في سره توفيق من ربه كان ظلمة كله. ولذا اقرأوا في كتب الصالحين، وانظروا وتعلموا كيف كانوا يجاهدون أنفسهم، وكم كانوا يبذلون من أجل الله. ولذا يقول الإمام الشاطبي بعدها: وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. وهذا المعنى حقيقي، فأعظم حجاب بين العبد وربه نفسه التي بين جنبيه، فإن خالفها وباعها صار داؤها دواؤها. ولذا يقول إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه: لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات. أولها أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة، والثاني أن يغلق باب العزة ويفتح باب الذل، والثالث أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد، والرابع أن يغلق باب النوم ويفتح باب السهر، والخامس أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر، والسادس أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت. هذه هي القضية، هذا هو الميزان. وصدق الله إذ يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هؤلاء هم الأحرار الذين أشار الإمام إليهم سابقا بقوله: هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبل. فهؤلاء الأحرار علموا أن عزهم في العبودية لله، وعلموا أن شرفهم في قيام الليل، وعزهم في استغنائهم عن الناس. ولذا يقول قائلهم: حسب نفسي عزا بأني عبد، يحتفيني بلا مواعيد رب، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. فأكرم بهذه الوصية من إمام بصير بقلبه، وأكرم بقارئ القرآن الذي يجيب ذلك. حقا ما أحوجنا إلى هذه الوصية: عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. ثم يقول الإمام بعدها: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقروا القرآن عذبا وسلسلا. أي جزى الله أئمة القراءة الذين نقلوا لنا القرآن نقلا عذبا سلسا، فلم يزيدوا فيه كلمة أو حرفا، ولم ينقصوا منه كلمة أو حرفا، بل نقلوه كما أخذوه عن غيرهم من ساداتنا بالسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت يعد دعاء لكل من نقل القرآن من الصحابة والتابعين وغيرهم من السادات إلى يوم القيامة. وهو إشارة إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من أولى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. ومستند العلماء في ذلك النقل الصحيح. ثم يقول الإمام: فمنهم بدور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا. وفي الحقيقة قبل بيان هذا البيت أود الإشارة إلى هذه القضية، وهي قضية الاختيار، والحديث عن مصدر
علم القراءات. فالإمام أبو عمرو الداني في جامع البيان يقول ما نصه: وجه الاختلاف في القراءات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام عرضه، فلما كان في العام الذي توفي فيه عرضه عليه عرضتين، فكان جبريل عليه السلام يأخذ عليه في كل عرضة بوجه وقراءة من هذه الأوجه والقراءات المختلفة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل عليها وأنها كلها شاف كاف، بل وأباح لأمته القراءة بما شاءت منه مع الإيمان بجميعها والإقرار بكلها، إذ كانت كلها من عند الله تعالى منزلة ومنه صلى الله عليه وسلم مأخوذة، ولم يلزم أمته حفظها كلها ولا القراءة بأجمعها، بل هي مخيرة في القراءة بأي حرف شاءت منها، كتخييرها إذا حنثت في يمين وهي مسرة بأن تكفر بأي الكفارات شاءت، إما بعتق وإما بإطعام وإما بكسوة، وكذلك المأمور به في الفدية بالصيام أو الصدقة أو النسك، أي ذلك فعل فقد أدى ما عليه وسقط عنه فرض غيره. فكذلك أمروا بحفظ القرآن وتلاوته، ثم خيروا في قراءته بأي الأحرف السبعة، إذ كان معلوما أنهم لم يلزموا استيعاب جميعها دون أن يقتصروا منها على حرف واحد، بل قيل لهم: أي ذلك قرأتم أصبتم. إذن فالإمام في البداية يؤكد على قضية الاختيار، فالقرآن نزل على سبعة أحرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك صحابته، وأباح لأمته أن تقرأ بما شاءت من هذه الأحرف مع الإيمان بجميعها. إذن يبقى السؤال: لما أضيفت هذه القراءات إلى هؤلاء الأئمة فقط دون غيرهم؟ ويجيب الإمام الداني أبو عمرو الداني في جامع البيان عن ذلك فيقول: إن معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله تعالى إلى كل من أضيف إليه من الصحابة كسيدنا أبي وعبد الله وزيد وغيرهم، من قبل أنه كان أضبط له، أي لهذا الحرف، وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلا إليه لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصار المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة وآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ورواية واشتهار، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. والإمام الجعبري له في ذلك كلام نفيس، وكذلك الشيخ البنا الضمياطي في كتابه الإتحاف له في ذلك كلام نفيس أيضا. إذن فالأئمة يؤكدون أن هذه النسبة، نسبة القراءات إلى هؤلاء الأئمة، مثلا قراءة نافع أو ابن كثير أو أبو عمرو أو غيره من الأئمة السبعة أو العشرة، هذه الإضافة معناها أن ذلك الإمام مثلا نافع أو ابن كثير اختار ذلك الوجه من اللغة وآثره على غيره منها وداوم عليه قراءة وإقراء ولزمه حتى اشتهر بين الناس وعرف به
لأنه أفصح وأضبط وحيل لذلك الحرف، وقصد فيه وأخذ عنه من من إيه؟ من باب الرواية. فلذلك لما دون العلماء في القراءات نسبوا ذلك الحرف إلى هذا الإمام دون غيره من القراء، وهذه النسبة وهذه الإضافة هي إضافة اختيار ودوام ولزوم ورواية واشتهار، لا نسبة اختراع ورأي واجتهاد. ولذلك إذا أجملنا هذا فنقول مصدر علم القراءات القراءات المتواترة، واحفظ ذلك جيدا، هي جملة ما بقي من الأحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومصدرها الوحيد الوحي الذي نزل به جبريل الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النقل الصحيح المتواتر. وليست القراءات مأخوذة من خط العرب أو رسم المصحف أو حتى اجتهاد الصحابة أو التابعين، فلا مجال للرأي والاجتهاد في تحديد قرآنية الرواية، وكذلك في نسبة القراءات للقراء. ولذا الذي يزعم أن مصدر اختلاف القراءات رسم المصحف يجاب عليه بأن هذا الزعم يرده الواقع، فاختلاف القراءات مصدره التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس رسم المصحف، حيث إنهم لم يكونوا يعتمدون على الكتابة أصلا. وحين كتب عثمان رضي الله عنه وأرضاه المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، بعث مع كل مصحف قارئا ليعلم الناس القراءة الصحيحة. ولو كان جائزا للناس استخراج القراءات المختلفة من الرسم لما احتاج الأمر إرسال قارئ مع المصحف. إذن فمدار اختلاف القراءة الرواية وليس الرسم. ومن أوضح ما يرد به على هذه الشبهة وجود ألفاظ وردت في المصحف في أكثر من موضع ويحتمل رسمها أو يحتمل رسمها أن تقرأ بأكثر من وجه، إلا أن اختلاف القراء فيها محصور ببعض هذه الأوجه. فلفظ مالك ورد في مواضع، أولها في سورة الفاتحة، واختلف القراء في هذا الموضع بين الحذف وبين الإثبات. وأما بقية المواضع فلم يختلفوا فيها مع ما كان قراءتها رسما ولغة بهذين الوجهين وبغيرهما من الأوجه الكثيرة، مثل ملاك ومليك وملك وملك إلى غير ذلك. وهذا يدل على أن القراءة إنما تؤخذ بالمشافهة والسماع ولا تؤخذ من رسم المصحف وخطه وعليه، فخلو المصحف من النقط والشكل كان معينا له على استيعاب القراءات الصحيحة والأوجه المتعددة، ولم يكن موجبا للاختلاف أو مصدرا لهذه القراءات. والاعتماد في القراءة إنما هو على المشافهة والنقل والتلقي. هذا ما أحببت أن أشير إليه قبل شرح هذا البيت، ولذا أؤجله إلى اللقاء القادم، ونسأل الله الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.